استطاعت المرأة الشرطية بعين تيموشنت أن تثبت جدارتها في جميع الميادين التي كانت في وقت مضى حكراً على الرجل، وهي اليوم تكرم في يومها العالمي للمرأة. إذن بمناسبة اليوم العالمي لعيد المرأة المصادف ل 8 مارس من كل سنة، ارتأت أمن ولاية عين تيموشنت بتنظيم حفلة على شرف منتسبات الأمن الوطني، حيث تم تكريمهن من طرف سيدة رئيسة أمن ولاية عين تيموشنت. وبهذه المناسبة أقدم تحياتي إلى جميع منتسبات الأمن الوطني بصفة خاصة والجزائريات بصفة عامة، متمنية لهن المزيد من الرقي والازدهار في كنف وطننا الحبيب. تكريم المرأة الشرطية في هذه المناسبة يزيدها عزيمة وإصرارا لإثبات وجودها بكل جدارة واستحقاق. نيابة عن زميلاتي الشرطيات وبهذه المناسبة القيمة المصادفة ل 8 مارس من كل سنة، أتمنى لكل نساء الجزائر بصفة عامة وكل الشرطيات على كامل التراب الوطني عيد سعيد، وكل عام وأنتم أنتن بخير مع المزيد من الجهد الكثير في سبيل هذا الوطن. تبقى المرأة الجزائرية خير مثال يقتدى به في جميع الميادين.